رسالة بطرس الثانية. بطرس الثانية واحد. من سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله للي خدوا معنا إيمان غالي مساوي لينا من خلال صلاح إلهنا والمنقذ يسوع المسيح. تكتر ليكم النعمة والسلام من خلال معرفة الله ويسوع ربنا. زي ما ان قدرته الالهية وهبت لينا كل اللي هو عشان الحياة وخوف الله من خلال معرفة اللي نزهنا من خلال المجد والفضيلة اللي بيهم اتوهبت لينا المواعيد العظيمة واللي قيمتها غالية عشان تبقوا بيها شركة طبيعة الله هربانين من البوظان اللي في العالم من خلال الشهوة. وعشان ده نفسه وانتوا بتبذلوا كل مجهود قدموا في الايمان بتاعكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر خوف الله وفي خوف الله لطف الاخوات وفي لطف الاخوات محبة لان دي لو كانت فيكم كترت تخليكم مش كسلانين ولا مبطل او الصمر عشان معرفة ربنا يسوع المسيح. لان اللي ما عندهوش دي هو اعمى نظره قصير نسي تطهير خطاياه اللي فاتت. عشان كده بالاكتر اعملوا مجهود يا اخوة انكم تخلوا المولادات بتاعتكم والاختيار بتاعكم ثابتين لانكم لو عملتوا كده مش هتوقعوا ابدا لانه بالشكل ده بيتقدم لكم بوسع دخول لمملكة ربنا ومنقذنا يسوع المسيح اللي ملهاش نهاية. عشان كده ما بهملش اني افكركم دائما بالمواضيع دي ولو كنتوا عارفين ومتثبتين في الحق حتى دلوقتي ولكني بعتبر حق ما دمت الخيمة دي اني اصحيكم اني افكركم وانا عارف ان خلع الخيمة بتاعتي قريب زي ما اعلنني ربنا يسوع المسيح كمان فاعمل مجهود كمان انكم تبقوا بعد خروجي بتفكروا في كل وقت في المواضيع دي لان انا ممشيناش ولا خرافات مثلك لا لما عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه لكن كنا معينين العظمة بتاعته لانه اخذ من الله الاب كرامه ومجد لما جه عليه صوت زي ده من المجد الاعظم ده هو ابني الحبيب اللي انا فرحت بيه واحنا سمعنا الصوت جاي من السماء لما كنا معاه في الجبل المقدس وعندنا كلمه بتاعت النبوه وهي اثبت اللي تعملها كويس لو انتبهتوا ليها زي ما الفانوس منور في مكان مظلم لحد ما ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. عارفين ده الاول ان كل نبوه الكتاب ما هياش من تفسير مخصوص لانه ما كانش نبوة ابدا من خلال ارادة انسان لكن اتكلم ناس الله القديسين متأدين من الروح القدس.